رجعنا لكم بفيديو جديد. هالمرة عندنا هاي اللابتوب الأزوز. هاي اللابتوب موديلها X552 اي مثل ما تشوفون. مشكلة هاي اللابتوب خلينا نشوفكم اياها. نشغل اللابتوب بهذا الشكل وشوفوا الصورة شلون مسوية. صار عبارة عن شاشة خضراء وبها تجزخات سوداء. خلي تفتح ونشوف بصورة أوضح. ومثل ما تشوفون شباب اللابتوب فتحت بشكل طبيعي ولكن الصورة بقت على حالها. من شنو ممكن تكون هاي المشكلة؟ راح تكون اما بالشاشة اكو خلل، يا يعني اما بالفلاتة او كابل الربط بين المذربورد والشاشة، او ممكن يكون خلل بالسوكت او اكسدة فقط. فشنو سبب هاي المشكلة الخاصة بهذا اللابتوب راح نعرفه سوا، فخليكم متابعين حتى النهاية. اول شيء نخلي نطفي اللابتوب شباب، ونجي نفتح هذه الأغطية الخاصة ببراغي الشاشة. نفتح البراغي شباب ونجي نفتح الإطار مال الشاشة بهذا الشكل. نزعنا الإطار مع الشاشة اخوان، نجي نفتح هذه البراغ الفوق، نرخي هذه البراغ التحت شوية، بعد ما رخينا البراغي صار عندنا مجال نفتح البراغي الجانبية اخوان. نحتاج النفيس راسه ارفع شوية. بعد فتح البراغي الجانبية اخوان ننتزع الشاشة بهذا الشكل. اول شيء خلينا نسوي راح نفتح او ننتزع الفلاتة مال الشاشة بهذا الشكل. خلي قبل كل شيء اخوان نجرب شاشة اخرى. نجي نشغل مرة اخرى بسم الله. هاي الشاشة مو صالحة، مو صحيحة يعني مو شغالة. نجيب شاشة اخرى. مثل ما تشوفون اخوان المشكلة انحلت باستبدال الشاشة، ولكن انا عندي شعور انه الشاشة الاصلية ايضا سليمة. فخلي نرجع الشاشة الاصلية ونتأكد من تلفها. حاليا جاي احرك بالفلاتة مال الشاشة والصورة مثل ما تشوفون مستقرة ما بها اي اشكال. نطفي اللابتوب بهذا الشكل ونرجع نرجع الشاشة الاصلية مالتها. مثل ما تشوفون بنفس الشاشة الأصلية اشتغلت الصورة بشكل طبيعي، دلالة على أنه سبب المشكلة هو عدم توصيل أو أوكسيد كان موجود على السوكت مال الشاشة. فحتى نعالج المشكلة بشكل جذري خلينا نجيب محلول مذيب مثل الثنر وننظف السوكت وننظف الفلاتة بشكل جيد، وما ننسى أنه نلصق ونثبت الفلاتة بشكل جيد. خليكم ويانا. هي شباب جبنا قطعة كلينكس وجبنا الثنر
وجبنا الفرشات وجبنا اللاصق والمقص. خلي هسه شو نسوي؟ راح نجي نقلب الشاشة بهذا الشكل، ننزع الشاشة من محلها أو الفلاتة من محلها، نجي نغمس الفرشة بالثنر وننظف السوكيت مال الشاشة بشكل جيد بهذا الشكل. نرجع ننشفها بالكلينكس. يا اخوان نرجع ننظف الفلاتة مال الشاشة بهذا الشكل، ما ننسى ايضا ننشفها من الثنر. بعد ما نظفنا السوكت مال الشاشة ونظفنا الفلاتة بشكل جيد بمادة مذيبة مثل الكحول او الثنر، ترجع الفلاتة محلها وتثبتها بهذا الشكل، وترجع تجيب لاصق قوي تلصق الفلاتة بهذا الشكل حتى لا يصير بها اي حركة وتنتزع من مكانها. هسه حاليا ثبتنا الفلاتة مثل ما تشوفون. راح نجي نعمل تجربة اخيرة، مثل ما تشوفون ما هذا المشكلة عندنا بالشاشة. راح نجي نثبت الشاشة محلها ونجمع الجهاز ونسلمه للزبون. هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان وياكم سيف قدامي من قناة قداوي تك. في امان الله شباب.